الرسالة الأساسية من الشغل اللي أنا بعمله هي فكرة أنه يكون في مساحة للشخص يقدر يكون عنده أحلام فيها ويقدر يكون عنده حنين فيها، يمكن يكون شيء خاصه بطفولته أو خاصه بفترة المراهقة أو شيء يمكن يكون نحن بنعرفه وبنقدر نشوفه كل يوم بس كل حدا له رومانسية خاصة فيه بالنسبة لهيدا الأوبجكت أو هيدا العنصر اللي نحن بنشوفه. بالنسبة لهذا الملحق حبيت أنه ورجي الثيم تاعيت Leave No One Behind عبر أني ورجي الأقليات اللي هن مذكورين بقلب هذا الكوفر وورجي العلاقة بيناتهم أنه كل إيد عم بتساعد الإيد الثانية وما في ولا إيد ترك الإيد الثانية، كل حدا منهم عبارة عن كيان منفصل بس بنفس الوقت كلياتهم مجموعين مع بعض بشكل أنه كلياتهم رايحين على نفس الهدف وكلهم بدهم هيدي المساعدة. هودي الأيادي هن كل شيء بيمثل بعد منه موجود هلأ 100% وكل شيء لازم يكون موجود لبعدين، اللي هي فكرة أنه كلنا نقدر نساعد بعض ورغم كل الاختلافات اللي ممكن نحن نحط فيها نقدر أنه نوقف حد بعض بالوقت اللي ممكن نكون محتاجين فيه لبعض. بمطرح من المطارح أنا تعرضت للتمييز وبفهم شو يعني أنه الشخص يكون محطوط بمحل ينحط عليه ليبل معينة أو ينعمل له عزل أو ينعمل له تهميش بس بحكم أنه هو يمكن بينتمي لفئة معينة أو يمكن بينتمي لعرق معين أو لدين معين أو اللي هو. في كثير فئات عم بيعانوا بشكل صامت لحالهم، يعني هدفي أني أقدر أوصل لهودي الفئات أو أقدر يعني من خلال القصص اللي أنا بعملها أقدر ساعدهم أعطيهم الراحة النفسية وأقدر ضوي عليهم أكثر وأقدر ضوي على فكرة المعاناة اللي هن ممكن يتعرضوا لها أكثر.